حياكم الله مشاهدينا في حوار المساء. بحسب رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، فإن منصات الإعلامية صغيرة تستولي على محتوى وسائل إعلام كبيرة في الدولة، والإشكالية الرئيسية في ذلك تتمثل في غياب الضوابط، في حين تزايدت مؤخرا أعمال أيضا القرصنة من جانب شبكات إخبارية على محتوى مواقع إلكترونية تابعة لصحف ومؤسسات إعلامية وطنية تعيد نشر دون الإشارة إلى مصدره، وقد يكون هذا المحتوى تحقيقا صحافيا أو خبر أو رسم بياني وغيرها. وحسب أيضا طبعا قراءة المراقبين الإعلاميين، فإنهم أكدوا أن هذا الأمر يمثل انتهاك صارخ لمبادئ وحقوق الملكية الفكرية. اليوم يحدثنا أكثر عن أبعاد هذا الموضوع الأستاذ عبد القادر الزبيدي، وهو باحث قانوني. نرحب فيك أستاذ عبد القادر. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. طبعا بما أن الموضوع أصبح في وسائل الإعلام والشبكات كلها، نحن أخذنا عنه تقرير ونرد إن شاء الله الحوار. إذا مشاهدينا إلى تقرير حوار المساء. قال إعلاميون أن مؤسسات صحافية وطنية تواجه حالياً عمليات قرصنة لمحتواها الإعلامي من قبل مواقع إلكترونية غير مرخصة تستبيح مواد صحافية مملوكة للغير، تحقيقات وأخبار وتقارير ميدانية ورسوم بيانية، وتعيد نشرها دون الإشارة إلى مصدر الخبر، واصفين ذلك بالإفلاس الفكري. وأضافوا أن تلك المواقع تسعى من وراء هذه التصرفات غير المهنية إلى اجتذاب متابعين لتحقيق أرباح مالية، في الوقت الذي تكبدت المؤسسات المالكة للمحتوى الذي تم السطو عليه مبالغ مالية كبيرة في سبيل تقديمه لقرائها بهذا الشكل. ورأوا أن الملاحقة القانونية لمثل هذه المواقع ستكون رادعة لها وستضمن عدم تكرار هذه المظاهر السلبية، كما يجب بذل الجهود في سبيل نشر الوعي المجتمعي بصون حقوق الملكية الفكرية. تمثل قرصنة المحتوى الإعلامي انتهاكاً صارخاً لمبادئ وحقوق الملكية الفكرية، وتتزايد خطورة هذه المشكلة في ظل استحداث وسائط التكنولوجيا الحديثة معايير جديدة لتداول المحتوى عبر الإنترنت، إذ بات من يملك صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي بمثابة محطة بث مستقلة يقوم عملها على محتوى مسروق من مؤسسات إعلامية معروفة ومرخصة. أستاذ عبد القادر، طبعا يمكن الموضوع جديد شوي علينا بما أنه يدخل تحت مصنفات الإعلام وغيرها، ولكن عبر الجرائم الإلكترونية، فالقرصنة الإلكترونية من المنظور القانوني نبغي نتعرفها. طبعا أول شيء نعرف الجرائم الإلكترونية. طبعا هو عمل غير مشروع يقوم به المجرم باستخدام أجهزة إلكترونية لتحقيق غرض مادي أو معنوي. نعم. وطبعا هذا الفعل الغير مشروع يضر بالضحية ويسبب لها أضرار سواء يعني مادية معنوية بغض حسب الغرض اللي كان منه المجرم. طبعا هي مرت هذه الجرائم الإلكترونية بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت في الستينات وكانت بشكل بسيط، نظرا لأن الأجهزة الإلكترونية ما كان بذاك التقدم، صحيح، ولا كان يوجد هناك أي تطبيقات أو برامج تساعد، كان الغرض منها الحصول على البيانات أو تدميرها. جميل. المرحلة الثانية كانت في الثمانينات، بدأ التطور وبدأت تطفو الصفح السطح، وذلك لزيادة الأجهزة الإلكترونية وبداية الناس بدأت تدخل في هذا المجال الإلكتروني والأجهزة. فكان منها طبعا اللي هو صار تطور إلى الدخول إلى الأنظمة، التشويش عليها، تدمير هذه الأنظمة، وصل إلى حد الفيروسات اللي هي نعرفها في الوقت الحالي. والمرحلة الثالثة اللي هي مرحلة في التسعينات بدأ التطور بشكل رهيب جدا نظرا لتطور الأجهزة الإلكترونية وازدياد عدد الأفراد الذين يستخدمون هذه الأجهزة، وصل إلى قرصنة على البطاقة الائتمانية، وسائل الإعلام، القنوات، المصارف وحسابات الأفراد، مما تسبب أضرار كبيرة، وهذا في ازدياد. وكلما تقدم العلم وزادت التطبيقات وزادت الأجهزة الإلكترونية وتطورها، كلما زادت هذه الهجمات
الإلكترونية. طبعا يعني الحين احنا في زمن وصلوا فيه للاحترافية، يعني مجرد المرور بجانب ممكن الحصول على كل البيانات اللي موجودة معك من خلال بطاقة طبعاً بنكية او غيرها. سبحان الله، حتى الأطفال سبحان الله كانوا يعني بقت كلامك انه اطفال صاروا هم من اكبر القراصنة على قولتهم الهاكرز، اطفال صغار، وما بالك بالاشخاص اللي هم الكبار. طبعا اكيد هناك ايضا خطوره للسطو الالكتروني. الان احنا نتكلم خصوصا على المحتوى الاعلامي والاعلاني، فالى اي مدى هذه الخطوره يعني تعد موضوع لابد ان يتم له دراسات للحيلوله من بقائه؟ طبعا انت عارف هذا المحتوى الاعلامي شيء هي محتوى توصل الى افراد، تزيد من ثقافتهم وتزيد من ادراكهم حول ما يجري حولهم. في حال اذا تم تعدد المصادر التي تقوم بنشر هذه دون رقابه، طبعا بيكون اول شيء فقد الثقه لدى الافراد من الحصول على هذه المعلومات والمحتويات الاعلاميه من وسائل الاعلام. جميل. فبيكون تخوف لدى الافراد، انا هل اثق في هذا المحتوى؟ هل اثق بهذه الوسيله اللي تروج لي لهذه المحتويات الاعلاميه؟ ثاني شيء بيكون عند الإعلاميين والصحفيين ومن يقوم بهذا المجال بيكون لديهم تخوف من البحث عن المحتويات الإعلامية الجديدة، اللي يكون لديه تخوف من سرقة هذه الليش لابد أن يأخذها من مصدر موثوق، يأخذها هو يمكن شفاهة أو حتى يأخذها من خلال جهات معنية بتوقيعات، صحيح؟ بيكون طبعاً الأمر كثير بيصعب الأمر على الموضوع. طيب كنا نحن نعرف أن هناك ملكية فكرية موجودة خاصة بكثير من الأعمال، ولكن معظمها يصب في الإنتاج التلفزيوني وغيره وغيره وغيره. هذه المشكلة الحين اللي تصير، هل ستستدعي المجلس عندنا، ستستدعي المجالات الإعلامية والمجالس الإعلامية بأنها تدخل في هذا المجال لوضع خصوصية وحفظ للملكية الفكرية للصحافيين أو هاي؟ كيف ممكن تكون الآلية اللي نحن نحفظ بها حقهم؟ طبعا لابد حاليا على الجهات التشريعية من إصدار قوانين تختص بالمحتويات الإعلامية والجهات التي تقوم بترويج المحتويات الإعلامية، وذلك لضمان ما يقدمونه من هذه المحتويات. أولا لضمان الشخص الذي يقوم بترويج هذه ترويج، نعم لأنه الشخص هذا بيكون تعب وراح صحيح ويدور على هذا المحتوى الإعلامي. أكيد طبعا يجي شخص ويأخذ تعبه ويطلع ويقول أنا وأنا اللي أصدرت وأنا اللي روجت وأنا اللي قمت بالسوق الصحفي لهذا. غير كذا في رأيي أنه ممكن هذا الشخص يأتي ويؤول ويغير ومن ثم ينشر ويقع اللوم على صحفي لم يقم هو بالكتابة، يحرف في سبيله. لكن الموضوع صعب، صحيح؟ صعب جدا، صعب جدا. عندنا محادثة هاتفية، نأخذ أيضا رأي الأستاذ معنا. مشاهدينا وجهة نظر إعلامية نستمع لها عبر الهاتف مع الإعلامي أحمد المنصوري. حياك الله أستاذ أحمد. حياكم الله، يا مرحبا. الله يسلمك يا رب ويعافيك. طبعا يمكن سمعت بعض ما تناولناه من حديث عن الموضوع. نعم. فكيف تهدد مثل هذه الممارسات الاحترافية الصحفية، وكيف يمكن الفصل بين ما هو موثوق وغيره من محتوى إعلامي ضعيف؟ في البداية نشكركم على الاستضافة. الله يسلمك يا رب. ما لا شك فيه أن حاليا احنا نعيش ما يمكن تسميته فوضى إعلامية. الفوضى الإعلامية هذه يعني في مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ومع الانفتاح الإعلامي في مختلف المجالات اللي نشهدها، صار عملية تداول ونشر وكتابة الأخبار خرجت من أيدي مؤسسات الإعلامية المحترفة إلى أيدي هو وما يسمونهم بصحافة المواطن أو citizen journalism. نعم. وهؤلاء للأسف دخلوا في هذه الساحة وهم يفتقرون إلى الأساسيات المهنية. جميل. ويفتقرون أيضا للممارسات الأخلاقية اللي يفترض أن يتحلوا بها عند ممارستهم العمل الإعلامي. كون أن عمل الإعلامي ليس هو فقط مجرد نشر خبر، وإنما هذا الخبر له تأثير وله ردات فعل وله صدى في المجتمع. فعندما يكون هذا الصحفي المواطن أو هذا المدون أو هذا المغرد على تويتر أو هذا الذي يعني يأخذ أخبار من مواقع أخرى أو من مواقع مشبوهة غير موثوقة أو حتى من وسائل إعلامية يعني محترفة، ولكنه يقوم بسرقة هذه الأخبار وعدم نسبها إلى مصادرها الأساسية،
فبذلك هو يقع المضرة على المؤسسات الإعلامية التي تمارس عملها باحترافية. أكيد أستاذ أحمد، يعني أيضا يمكن إحنا ذكرنا مع الأستاذ عبد القادر بأن الملكية الفكرية أمر يمكن يكون ضروري، ولكن هل الملكية الفكرية وقوانينها ممكن أن تشفع في الأمر وتساعد المؤسسات الإعلامية، أو كيف للمؤسسات الإعلامية أن تتصدى لمثل هذه الممارسات؟ أنا أعتقد أن التصدي لهذه الممارسات في البداية يأتي من جانب الوعي، الوعي من قبل المجتمع، والوعي الذي يجب أن يتحلى به هؤلاء الذين يعني دخلوا إلى هذه المهنة، مهنة الأخبار. نعم. ونشر الأخبار، فيتطلب هذا الشيء أن يكون في وعي بخصوص أخلاقيات المهنة، التأكيد على مسألة المصداقية والموثوقية وعدم السرقة، وعند اقتباس الأخبار نسبها إلى مصادرها الأساسية والحقيقية، ويجب أن يخضع هؤلاء جميعا إلى هذه إذا ما يعني ما يشبه دورات توعية، وأيضا حتى على المتلقي والجمهور أن يكون واعي عندما يعني يتلقى خبر أو عن طريق هؤلاء الخدمات الإخبارية، لا يأخذها على أساس أنها حقيقة مطلقة، بل يتحرى ويتأكد ويذهب إلى المصادر الأساسية والمصادر الموثوقة، ويحاول من خلالها أن يتثبت هل هذا الخبر صحيح من عدمه. وكذلك لا ينشر، ليس كل ما يصل لك أيها عزيز المستمع أن 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 تعيد نشر هذه الأخبار، والحين مع جروبات الواتساب طبعاً. يعني الإشاعات وترديد الشائعات صارت يعني يوميا تصلنا كم كبير من مجموعات في وسائل التواصل الاجتماعي أو من وسائل النصية الفورية مثل جروبات الواتساب، ناس فقط مهمتهم أن توصل الخبر ويعيد نشره في جروبات أخرى، وبذلك هو أيضا يقع في المحظور. جميل. والقانون هنا واضح، قانون طبعاً. جرائم نشر المعلومات حد لا يعفي حتى الشخص الذي ينقل الخبر، ما يقول مجرد وصلني أو حسب ما وصلني، أو لأن هذا لا يعفيك من جريمة إذا كان هذا الخبر خاطئ صحيح. أو شائعة أو غير صحيح، من أنك أنت تتحمل المسؤولية أيضا. أيوة، يعطيك العافية أستاذ أحمد. أنا أؤكد على جانب التوعية طبعا. والتوعية من قبل الجمهور مسألة أساسية. شكرا لك على المداخلة، وفعلا وصلت أكيد الرسالة، شكرا لك. العفو، الله يحفظك. شكرا للإعلامي الأستاذ أحمد المنصوري كمان عبر الهاتف. أعود طبعا يمكن التعليق بيكون أيضا على ضوابط قانونية، بما أنكم أنتم في المجال القانوني فلابد أن يكون هناك ضوابط قانونية يجب أن تفرض على المنصات الإعلامية الصغيرة، برأيك شو هي تكون؟ طبعا من أهم الضوابط التي يتم فرضها قبل أن يتم نشر أي معلومة أو أي محتوى إعلامي، لابد من أخذ إذن رسمي مكتوب من الجهات المختصة. جميل. أولا، وثانيا من الجهة الإعلامية التي الرئيسة التي قامت بجلب هذا الخبر، مثل وكالات الأنباء المعروفة هي، فتأخذ الإذن منها لنشر هذا الخبر، ثم بعد ذلك نشره بدون تحريف أو إضافة على هذا الخبر أو المعلومة التي سيقوم بنشرها، دون إضافة أي معلومات قد تؤثر على هذا المحتوى الإعلامي. لابد من إشراف رسمي من المجلس الوطني للإعلام أو الجهة التي تقوم بترخيص هذه الجهات الإعلامية، يكون رقابة صارمة عليها ودائمة وباستمرار عن طريق إرسال مفتشين وهميين لمعرفة ما يدور في هذه المنصات الإعلامية الصغيرة من كيفية نشر المحتويات الإعلامية، الأخبار، المقالات والمنشورات وما جميع ما يتم نشره. سيد عبد القادر، هناك طبعا قانون تجريم للسطو الإلكتروني وأيضا الجرائم الإلكترونية، ولكن إلى أي مدى ممكن يسهم هذا الحراك القانوني أو القضائي في الحد وتقليص مثل هذه الممارسات؟ طبعا كل ما كان هناك في قانون صارم لهذه الجرائم سوف تقل بنسبة كبيرة، وسوف يكون هناك ازدياد وعي لدى الأفراد وازدياد ثقة في المعلومة التي تصلهم، لأن كل ما كانت المعلومة التي تصلهم بشكل سليم وصحيح سوف تكون الثقة لدى الأفراد، ويكون اكتساب وسيكون لديهم اكتساب ثقافة في جميع مناحي الحياة. لكن في حال عدم وجود أي قانون صارم وضابط لهذه المنصات الإعلامية الصغيرة، فسوف يكون الكم الهائل
من المحتويات الإعلامية من طبعاً. أخبار ومقالات، فيصعب على أفراد المجتمع تمييز وتمحيص هذه المحتويات الإعلامية التي تصلهم ومعرفة المحتوى هذا هل هو صحيح هل هو سليم. أنت عارف كم منصات إعلامية زي ما أفاد الأستاذ أحمد المنصوري، عندك وسائل التواصل من واتساب والإنستغرام وما ذلك من يعني هي وسائل التواصل الاجتماعي، سواء صور أو مقالات أو حتى مجرد نص سطرين، يمكن هذا النص سطرين ممكن يأثر على صحيح حياة شخص آخر. صحيح طبعا، أكيد طبعا. نحن نشكرك على تواجدك معنا اليوم، وفعلا الأمر يحتاج إلى يمكن بحث، وهذا نحن بحثنا عن موضوع الملكية الفكرية في هذا المجال لم نجد شيء، وأعتقد أيضا أنت قمت بدراسات وبحوثات خاصة فيك. نعم. وما كان في يمكن المعلومات التي تكفي بأن نحن ممكن أن نحن نقول أن هناك حلول قد وجدناها، ولكن نحن أكيدين بأنكم قانونيون تحاولون تشريع بعض الأمور، وأيضا الدولة تعمل على هذا الأمر، إن كانت الملكية الفكرية هي الحل أو هذا المسمى بالنسبة لنا نحن هذا ما نعرفه، يمكن ما تكون هي الحل، يكون في حل آخر أنتم مسؤولون عنه إن شاء الله وتقدمونه لنا. أكيد. ولازم يكون طبعا في التواصل مهم بين الهيئة التي تقوم بترخيص المنصات الإعلامية والجهات القضائية، عندك مجلس الوطني للإعلام والجهات التشريعية، هي اللجان واللجان الإعلامية واللجان التشريعية يقوم بالتكاتف معا في بإصدار هذه التشريعات، طبعا بالرجوع إلى أو أخذ آراء الإعلاميين الجهات الإعلامية سواء قنوات إعلامية هي من اللي يكون لديها مثلا مواقع طبعاً. تواصل أفراد الإعلام ما يسمعوا لديهم ما لهم من ملاحظات وشكاوى حول ما طبعا أكيد في الموضوع هذا. بالتكاتف سيكون الأمر والعدي. نعم. على خير إن شاء الله. أنت تتحدث تقريبا عن آلية للتواصل، عن منظومة لابد أن تكون حتى نستطيع أن نسير في مسار صحيح. شكرا لك عبد القادر على تواجدك معنا اليوم. مشاهدينا كل الشكر للباحث القانوني الأستاذ عبد القادر الزبيدي، والشكر أيضا موصول لضيفنا اللي كان ويانا عبر الهاتف الإعلامي أحمد المنصوري. كانت هذه فقرة حوار المساء، فاصل ولا نعوده.